في تطور لم يسبق للعاصمة صنعاء أن شهدته من قبل، اقتحمت ميليشيا الحوثي محلات وشركات للصرافة وبدأت بمصادرة الأموال الموجودة بداخلها تحت مبرر ضبط سعر الصرف. مصادر قالت إن جهاز الأمن القومي الخاضع لسيطرة الحوثيين اقتحم فروع المصارف في صنعاء وقام بإزالة كاميرات المراقبة قبل الاعتداء على الموظفين ونهب أموال المصارف التي تقدر بالملايين. الوضع المعيشي في العاصمة أصبح متدهورا وقاسيا للغاية، خاصة بعد وصول سعر الدولار إلى ما يقارب 500 ريال يمني نتيجة سيطرة الحوثيين على البنك المركزي وتحويل موارده لخدمة المجهود الحربي. وعلى الرغم من الاتفاق مع الحكومة على تحييد البنك بعد أزمة ارتفاع سعر العملات الأجنبية، إلا أن هذا لم يؤثر ولم يغير في الواقع المعيشي شيئا ولم ينقذ تدهور العملة في صنعاء. سيطرة الحوثيين على المؤسسات المالية أدت إلى تهاوي قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية واستنزاف احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، وهو الأمر الذي أدى بحسب اقتصاديين إلى ركود النظام المصرفي نظراً لإقبال عملاء المصارف على سحب ودائعهم. وكالعادة لم تجد ميليشيا الحوثي وسيلة لمواجهة الأزمة سوى إغلاق ونهب شركات الصرافة في محاولة منها للسيطرة على سعر الدولار الذي قفز بصورة مرعبة. منذ الانقلاب تزداد الأوضاع المعيشية سوءا، فلم يتوقف الأمر عند الارتفاع المفاجئ لسعر الصرف، بل ارتفعت معه أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية التي أصبح بعدها المواطن في العاصمة يعيش أزمات لم يشهد لها مثيل.